Hi guys, see you my customer. Subscribe my channel. Saya حلو الناس
مندي اي اخذت حقوقها منه فلان ولا شيء الى الان اذا نفق الشيخ سقطها عنه انا ماعندي وبس كمان مندي مسكينه والله عايشه مسكينه يعني فعلا فعلا والله هو شوفي هو وكل الحمد لله رجعتها بيت كلها بلاد الحمد لله سبحان الله ليش عشان ما قدر الله حتى لو صار لها شيء بتجيب امها بتغيب عليك يوم اثنين ثلاثة بس لازم تشيل أمك لو جابت ولد منه بطلع ضمه زي أبوه بطلع كلمة زي أبوه أنا بتذكر وقتها هنا لما تاخدي أنا بشوفها غلط وقتها يعني كبرت في العمر أنا صار عمري 40 سنة يعني أنا سنة لما بعد عشان أخذ مهدا والله العظيم لو بدو بياخذ قال لي يا كيف بيناسبني ولا أنا مش أشتري أنا بعد مش Oh, jadi sebutin mana pun. Malah kalau sebutin tidak, ini baru kita.
Tapos kami, wala ako sa bahay kasi nandito ang kaibigan ko ng papa. Diba na ako? Amay na nagpag-uwi ka kaamo. Assalamualaikum, madam. Ay, malos, madam. Masya na maro. Alaman niya. Istari ako. Hey, mojo dahin, agrabiya. Ano mojo dahin, agrabiya dahin. Malapit ko na tuktukan to ang ulo. Wala na sa katilban. Nahihilo na ako sa customer ko. Papaganda to ng papaganda. Hindi kami naman yung pagtatawag ko sa ulo. Hindi lang yan. Hindi naman nila alam kung sino kausap. Ako na loob ko na. Hindi nila alam. Wala ka naman kaibigan. Ang kaibigan ko sila, tikla. Ang bakit? Tikla. Bakit wala? Meron niya, tumatakot yan. Mayroon siya. Ay mo. Live na yan, no? Wala pa ang viewers. Siguro sabi na. Mag-tupin sila. Yun, sahay. Alhamdulillah, mag-i-arap. Bahlan mo. Kutlo, enten khasran. Hi, subscribe my channel. Pasensya na po yung model, hindi na banta. Model sa YouTube niya. نجيبهم يعني يسووا مع الحديقة يسووا يسووا نبي ليش مش مسوين أنا شو سووا أنا تصميم صغير والله يعني عقدت تدريب وعقدت سيارة وسويت مشروع سويت له محل يعني لوكيل يبيع فيه يعني شو قاعدين شو فيه في الأخير قلت له أنا بسوي لك محل وكل شيء الحمد لله يعني حتى هذا الشيء بقول لك انا لما توصل بنتك السن كويس اوكي قولي لها قولي لها حبيبتي راني
سيرك كده عشان البنت قلت لها ما تتأثر ما يجي احد غريب يقول لها طب يا سما مين تسكر انت عايز تروحي تسكري ولا تخري لا دي شفت شفت فري ان صوت ان انيون عامل فدي كان بايات طب بلان بايات طب بايات اتكفى عشان تصحى بجي جيب لي بسيارة جديدة ومشي كانت ابو جاي كان يعني سوي لها لنا على شوال قال لها سميحة اطلعي لي البنت عم يقول لك ابويا يعني عم تحكي لها قالت له ماما موجودة واخاف يعني ماما تزعل مني لو استحبيت قال لها ليه طيب اوكي انا ابغى اكلمك بكلمك في الشوال بكلمك عن السجن فصار في عن السجن يا عالم شو عشان البنت ما لازم تقول لامها فهمت بس حكت الخاله قالت لي والله يا عالم حتى اخوي ما لازم يقول لك يا عالم شو كان بنتي فتيجي لو واحد بيت قال لي بنتي مالك خالة وشها احمر مالك سامح بنتي حبيبتي مالك شو صار لك شو في شو قال لي شو كلمني امي وسخف يعني عرفت عاوني انا بقول لك سيدي انا اللي بقول هنا انا هو اللي بيعمل فريم مارك قلت لها انت عارف اسم كاستي بكلم انا بكلم اتصل فيه قلت لها انا بكلم شو ظبطت يعني قلت له اتصلت عليه قلت له خربت مش عارف بكلم انا لو حط عليها مخده عشان يتحرك سرعه كان قد ايه وحش تحط عليها مخده تبغاني موت وتحرك نفسي انت يعني احنا مع بعض زيها متحرش فوق السماء قلت له وحش تبغاني اموت قلت لها انت بتموتي قلت له ما ماله قلت له ليش بتسكت شو بتبكي شو شفتي بعد لحظه حساس بلا عيني الحين صار عندي فلوس واهلي ارسلوا لي يعني ورثت اهلي ارسلوا لي وبجيك بروح للحديقه تمام داخل يعني انا اشوف اسود بس طريق واحد روحه وارجع من جهه ثانيه ما
برجع من الشارع له من الأمس. You like this? Do you like this? وهم خلاص صار في حالة. أنا ثلاث صارت طبيعي تحطون كاميرات في السيارة. أحسن. أنا استنى كم تبعت كذي هذا مع جهاز. كيف نحطها في السيارة؟ She said no, she had no husband, she's single. Sister Oliver, she said, if this man really like her, go there. She says, Sister Oliver is very beautiful. Yes, she meets Sister Oliver. Yeah.